وكأني بالإمام في تلك اللحظة، شيعة مواليين انت شو تقول يا ملا عطية؟ يقول غمض عيونه وقطع ونه وفاضت الروح وارتفع من بيته ضجيج الحرم والنوح، ونايحة سماوات العلا والقلا والله، وسط القبر نصبت له الزهرة عزية تنادي يا ولادي ما بقت منهم شريدة، ما بين ضامي وبالعطش حزة وريدة، وهذا معذب بالسجن يرفل بقيده، ما بين هايم خوف من حتف المنية، جاء له ولده الكاظم غسل أباه كفنه، ثم حملوا تلك الجنازة إلى البقيع، شالوا ابن عشال البقيع عشبال وسباع، ومروا بتابوته على مكسرت الأضلاع، وسمعوا ونين أم البتول باطن القاع نادي يا خلق الله شعب قلبي بسعيرة، شي تريدين يا فاطمة تقول كشف لحد عني أبا أطلع عليه ابني اليوم، قطعوا جبدي مثل جبد بحار الاسمو، وانا يا شيعة في عزاء جده المظلوم، ابكي على اللي بكربلاء جثته عفيرة، اين المنادي وحسينا؟ لذا الزهراء في ليلة الحادي عشر زينب توجهت ناحية المدينة، صاحت يا ام حسن يا يم تعالي اشوف كربلاء سوت بحالي، وشوفي اخوتي مكتل اقبالي، تجاوبها الزهراء لولا انا يمك يا زينب مو بعيدة، وشفت حسين من حزة وشفت حسين من حزة وريدة، انا ثلاثة ايام ساكن البيت، شو تسوين يا فاطمة؟ نوبة ادور خنصريدة، ونوبة ادور شف عضيدة، هذا الامام الكاظم غسل اباه لكن ما حال زينب حينما رأت الحسين وهو جث بلا راه، شقولان ليل يناشدني من النار أخوك حسين وين وين عبا، أقول حسين ضل جثة بلا راس بلا راس، وعباس النفل قطعة ويمينه، وعباس النفل قطعة يمينه.